مرام قبيسي أو قبيسي، وهي سيدة في 81 من عمرها، منتسبة لجامعة الكبار ضمن الجامعة الأمريكية في بيروت. مرام عدا عن كونها تلميذة في الجامعة كانت مصابة بجلطة بعينها، وفقد الأطباء إمكانية علاجها، ولكن بعد انتسابها للجامعة استعادت 85% من نظرها بعد أن تحسنت نفسيتها. غنوة يتيم تعرفت عليها. بين منير والتكنولوجيا مسافة سنوات، الثمانيني يريد اقتحام عالم التواصل الافتراضي رغم كبار سنه. إصراره قاده إلى مقاعد الدراسة التي هجرها منذ عقود، وها هو اليوم تلميذ في جامعة الكبار التابع للجامعة الأمريكية في بيروت لمن تخطى 50 عاما. أنا اللي موقف الشغل تقريبا 15 سنة، وبعدين صرت شوف حالي انه انا صرت بعيد عن التكنولوجي، مثلا بدي اسال سؤال كذا ما عم بلحق حالي مع اولاد بنتي وكذا، وهذا كل ما بدي اسالهم سؤال يتضايقوا. فقلت انا بفوت على البروجرام تو ابديت ماي سيلف. واذا كانت صفوف التكنولوجيا شغل منير الشاغل، فان مرام ابنه 81 عاما تعيش اسعد لحظات حياتها. في حرم هذه الجامعة وجدت مجتمعا تلجأ إليه في غياب أولادها وأحفادها في المهجر. هنا تعرفت مرام على أصدقاء من أجيال مختلفة والتحقت بدروس في مواد متنوعة. بس فتت حسيت كأنه شيء تفتح فيه، كأنه الخلية تبعول جسمي رجعت انتعشت. حسيت كيف كنت بأول طلعت إمتى فتت على الجامعة. تسجلت وقررت انه بدي اخذ دروس بالانجليزي، اتعلم اللغه الانجليزيه لحتى اصير افهم المحاضرات. تعلمت الكمبيوتر، نحن ما بدنا ننطر الموت، نحن عندنا بعض طاقات بدنا نعطيها لهالمجتمع. فكره جامعه الكبار انطلقت قبل 8 أعوام برسوم تسجيل لا تتخطى 200 دولار، اما الاساتذه فجميعهم من المحاضرين المتطوعين. وتشكل الجامعة جسر تواصل بين الأجيال المختلفة. أنا قمنا بدراسات بمحيط الجامعة وشفنا أنه في عدد كبير من كبار السن قاعدين لحالهم بيعانوا من الوحدة، ولكن لا يزالون متقدين ذهنيا وناشطين اجتماعيا وفاعلين، بس ما عندهم فرص يظهروا من البيت. فحبينا نخلق فرصة لكبار السن. هذا وتوفر جامعة الكبار أنشطة ترفيهية لطلابها. إذا كان العلم في الصغر كالنقش في الحجر، فإن العلم في الكبر يعيد المرأة شابا يلاحق أحلاما وأهدافا بنكهات مختلفة. من بيروت، غنوة يتيم، العربية. بعد أن شاهدنا التقرير الحديث معها عن انضمامها للجامعة، تنضم إلينا من بيروت الطالبة مرام قبيسي. صباح الخير مرام. صباح النور. ست مرام، أحب أسألك في البداية قبل كل شيء، هل أنت سعيدة بحياتك؟ أنا جدا سعيدة، يمكن أسعد لحظات حياتي أنا. طيب، يمكن مفهوم السعادة بيختلف من شخص للآخر، ما هو مفهوم السعادة بالنسبة للسيدة مرام؟ السعادة بالنسبة لي هي القناعة، الإيمان، الثقة بالنفس، والمحيط يلي بلائم شخصية الإنسان. سيدة مرام، يعني خليني أنا أسألك، لأنه أنا يعني بأمانة يعني حاب أني أعرف منك هذه الخلطة السحرية اللي تجعل الإنسان سعيد، وإن شاء الله سعادة دائما بحياتك. شكرا شكرا. إمتى بكون الإنسان مقتنع بشيء اللي يعطيه ربه، إمتى بكون الإنسان مقتنع بشيء اللي يعطيه ربه وإله ثقة بنفسه، ونوجد بمحيط مأمل لي كل سبل السعادة. أول شيء تعلمنا كيف العطاء بدون مقابل. الأساتذة يلي عم يعطوا بدون أي مقابل. المحيط يلي عايش فيه. أنا أولادي مش بالمهجر بس مجوزين وبعاد عني. الأصحاب يلي حوالي هن عائلتي، هن أول ناس بنركض لبعضنا. عنا انسجام ثقافي، ننسجم مع بعضنا، ما بنحكي إلا بأمور إيجابية. طيب، يعني السعادة ليست فردية، السعادة جماعية.
سعادتك من سعادة الآخرين؟ نعم, نعم تكتمل بسعادة الآخرين. طيب ست مرام كلمينا أكثر عن تجربتك وأنت منتسبة لجامعة الكبار في بيروت, قد إيه فادتك التجربة ديت؟ قد إيه ضفت لك؟ قد إيه العامل النفسي يؤثر في حياة الشخص بشكل إيجابي؟ رح أقول لك, أنا أول ما فتت على الجامعة كان عندي طاقات ماني حاسة فيها, كانت مخفية انطلقت كلها. مثلا أنا كنت أكتب, وفترة بعد زواجي وقفت كل نشاطاتي بالكتابة, رجعت من أول أسبوع رجعت عندي طاقة للكتابة. صار عندي هوايات مارسة بنشاط أكتر. مثلا هلأ عندي الرسم, عم مارس هواية الرسم, وإن شاء الله عن قريب ناوي أعمل معرض. طيب حلو. المعرض هذا أمتى راح يكون؟ لأن وعد مني أننا راح نصور لك إياه إن شاء الله. شكرا شكرا, ان شاء الله عن قريب ان شاء الله. طيب خليني انا ايضا اسالك, بانه يعني من هو بيجي, انت من جيل لا تستبدلون الاشياء بل تصلحونها كما يقول هذا الجيل القديم, ولكن الجيل الحالي وحتى من هم في عمري انه والله انا لسه راح اكمل دراسه وماجستير ودكتوراه, دائما الاحباط هو السمه الرئيسيه لنا. بالنسبة لي أنا الحياة شباب دائم وسعي مستمر. الله. العمر هو سنين سنين, من عدة سنين بس, بس ما بنلتفت أنه شو ناطرنا بعدين. مش شو ما بيجي يجي, نحنا ما بدنا ننطر الموت. وبين هلأ في دراسة جديدة عملوها بإنجلترا أنه السعادة الوحدة هي اللي بتعطي السعادة. سوري, أنت الواحد بيبتعد عن الوحدة بيسعد وبتخف الفاتورة الاستشفائية. عم بيشتغلوا بلندن لحتى يخففوا الأمراض عن كبار السن يلي عايشين لوحدهم. نحن هون بحركة من سيدتين من بلبنان عملوا هالجامعة بمماركة الجامعة الأمريكية. بالفعل كلنا منحس حالنا بنشاط جديد. أنا كان ضغطي يعطول مرتفع, هلأ اتركلش ضغطي ما شاء الله, حاسي حالي نشيطة مثل ما كنت أو أكثر من شبابي. مارس كل هواياتي بنشاط, السباحة, الركض, مثل ما قلت لك الكتابة, الرسم. أنا كتير سعيدة وما بفكر أنه بدي أمرض يوم من الأيام. إحنا اليوم نتعلم منك بأموسي. إحنا اليوم بنتعلم منك ست مرام, ما شاء الله عنك. وإنتي فعلا دافع مش بس لكبار السن, ولكن دافع أيضا لصغار السن أو الشباب. خلينا نتكلم كمان عن نقطة معينة تعليقا على كلامك. الكثير من كبار السن يشعرون بأن حياتهم توقفت عند حد معين أو عند نقطة معينة, بيقولوا أن إحنا خلصنا رسالتنا وكبرنا أولادنا وجوزوا وشافوا حياتهم, وبيعتبروا أن هي دي نهاية الدنيا, بيعيشوا لوحدهم. نصيحتك أو كلمة بتوجهها لهم, بتقول لهم يعملوا إيه؟ بقول لهم أنه كل حياتهم كانوا عم بيعملوا وعم بيشتغلوا, هني وصغار عم بيفكروا أنه بدهم يفوتوا على المدارس, شو بدهم يعملوا. صاروا شباب وفاتوا على الجامعات, بدهم يأمنوا مستقبلهم وفرص العمل, بعدين تفرغوا لأولادهم. هلأ هيدي الفترة الوحيدة يلي لقلهم شخصياً, لقلهم لسعادتهم, ليرضوا كل طلباتهم, كل شيء بدهم اياه فيهم يعملوه هلا. ما يفكروا انه هن ناطرين الشيخوخه ليبركوا. لا, الحياه ما اجتنا لحتى نمرض, الحياه هي لحتى نستمر ونستمر بنشاط. طول ما نحن حابين انه نكون نشيطين, الحياه مفتوحه لالنا. الله ما خلقنا لحتى نمرض أو نتعذب. نحن منجيب المرض لألنا, نحن منجيب العذاب. إمتى منحضر كل هالجو النفسي لألنا ونقتنع أنه الحياة سعي إنسانية وتواضع. بفتكر هيدولي بيوصلونا لننسجم بيننا وبين نفسنا.
ست مرام الحياة سعيدة، ويعني أنا أغبطك، ويعني سعيد أني أنا تعرفت عليك وإن كان عن بعد عبر الساتلايت، ولكن مرام قبيسي شكرا جزيلا لك، أنت طالبة ونحن نتعلم منك. صحيح. ألف شكر، يعطيك العافية، وكان بدي أقضي يوم كامل معك أتعرف كيف عم تبرمي ببيروت. شكرا جزيلا. شكرا.